السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نكملوا الكور ديالنا بالنسبه للوجيك بالنسبه للناس ديال بروميير باكالوريا على الموقع اكزوماروك. صافي الوغ اليوم غادي نشوفوا كونتر اكزومبل. كونتر اكزومبل عندها شروط وقاش كنخدموها. لو كونتر اكزومبل كنخدموها الا كانت عندنا واحد الاسيرسيون فوس، يعني الا كانت عندنا واحد العباره خاطئه عاد كنطبقوا كونتر اكزومبل. اما الا كانت العباره صحيحه امبوسيبل نطبقوا كونتر اكزومبل. هذا هو الشرط الوحيد، خاصها تكون عباره خاطئه. صافي باش نبينوا انها كونتر اكزومبل شنو كنجيبوا؟ كنجيبوا اكزومبل واحد كينفي داكشي اللي قال اللي قالت لنا ديك الاسيرسيون اكزومبل. الو قال لك واحد الدري انه القسم كامل ضربك اكزومبل، القسم كامل ضربك، يعني كيقولك جميع الاعضاء اللي في القسم ضربك. صافي دابا انت هاد الاسيرسيون هادي قلنا انه فوقاش كنخدموا كونتر اكزومبل الا كانت خاطئه. صافي يعني ان القسم كامل ضربك راه جمله خاطئه. اشنو كدير انت باش تبينها له؟ كتجيب لواحد العنصر واحد كان كيقرا في داك القسم ما داش الباك. صافي الا جبتي له عنصر واحد كتكذب له ديك العباره سابيا. الو هذه هي لو هذا هو الكونتر اكزومبل. هو كيجيب لواحد الاكزومبل واحد سي سامبل اي اكزيست كيوك هو بوغ توت جميع، وانت كدير له اي اكزيست كتجيب له واحد العنصر واحد اللي كاين في اللي كيكون كيكون نيغاسيون مع ديك الاسيرسيون. صافي غنشوفو دابا ديفينيسيون بروفيسيونيل. سوا ادي مونتري كو هاد الاسيرسيون هادي اي فوس سي بيان. هذا هو الشرط الاول قلنا، قلنا انه هاد الاسيرسيون بي دو اكس خاصها تكون فوس. صافي سوا ادي مونتري كيفاش غادي نديمونطريو انها فوس. راه الا كانت فغي ما كنخدموش كونتر اكزومبل سي بيان. الوغ اشنو عندنا في الاسيرسيون؟ بوغ توت اكس اباردون بوغ توت جامي كيما كانت هاد اكس كتنتمي لاو فان هاد العباره هادي كما قلنا كما كانت هذا راهي الكور. هذا il peut être plus simple de démontrer que la négation de cette proposition il existe x appartenant à p bar كما قلنا كلشي نجح. انت كتجيب له واحد هذا هو الكونتر اكزومبل. كتجيب له هذا الكونتر اكزومبل يعني كتجيب له il existe يعني عنصر واحد il existe يعني كتجيب له عنصر واحد كينتمي لـ E حيث أنه يكون داك العنصر بي بار كيعكس هذا. أشنو قلنا؟ الدراري داو الباك العكس ديالو هو مداش الباك، يعني كتجيب لواحد العنصر واحد مداش الباك شي سامبل وكيكون إلفري. ألوغ هادي باش كنمونطريو أن واحد الأسيغسيون أنها خطيرة. ألوغ حنايا نشوفو هاد ليكزومبل، عندنا ثلاثة د الأسيغسيون صافي غادي نبينوهم أنهم خاطئين. نورمالمون راه ثلاثة هم خاطئين، علاش؟ لأن نخدمو كونتخ إكزومبل. قلنا كونتر اكزومبل كنخدموها فاش كتكون عندنا واحد الاسيرسيون فوس سي بيان. الوغ نشوفو الاسيرسيون الاولى كي غنديرو نبين نبرهلو عليها. بوغ توت اكس ايكغيك ابارتون ا ا فان اكس او كاري اكبر من ايكغيك او كاري يعني ان اكس اكبر من ايكغيك. هذه عباره خاطئه صافي. ان كيفاش ان نبينوها للبروف؟ كنجيو لهنا اون نابوز اون بحال هكا اون نابوز كنحطو واحد الكونتخ اكزومبل. صافي كنحطو واحد الكونتخ اكزومبل يعني اكس نعطي واحد القيمة نعطي واحد الاكزومبل. اون نابوز اكس كتساوي لنا شي عدد سالب ناقص تلاتة اكزومبل ياك اي ايكغيك كيساوي لنا جوج. صافي لان قالك هنا بوغ توت كيما كان هاد اكس و ايكغيك كينتمي لاو هاهو حنا اخترنا اكس كينتمي ناقص واحد ناقص ثلاثة و يكري كيساوي جوج يعني كيما كان يعني راه كينتمي لإير. إير هي مجموعة من أش من موان لانفيني بلوس لانفيني يعني تاخد لك صفر واحد جوج إكسيتيغا ناقص واحد ناقص جوج إكسيتيغا. صافي يعني أننا هزينا ناقص ثلاثة و ناقص جوج كينتميو لإير سي بيان. ألوغ دابا غنشوف واش تحققت هاد هاد الكونديسيون اللي عطينا. صافي غنشوف واش تحقق هاد الأسيغسيون اللي عطينا. ألوغ عندنا إكس أو كاري اكس او كاري شحال هي ناقص 3 او كاري سي بيان اكبر من جوج او كاري سي بيان. اشنو عندنا هنا؟ ناقص 3 او كاري شحال هي 9 اكبر من 4 سي بيان. هذه صحيحه صافي سي بيان. يعني ان هاد العباره نشوفو يعني ان ناقص 3 مالها اكبر من جوج ياك بعدا احنا برهنا عليها. الوغ هذه سي فوس ما يمكنش. واش ناقص 3 اكبر من جوج؟ خطا احنا برهنا عليها. صافي كتحط لا بروف هكا كتقول له انها فوس
هذا هو اللي كيتسمى كونتر اكزومبل. جبتي لي واحد الاكزومبل اللي كاين فيه داكشي اللي قال لك هو، قال لك هذا واش هاد العباره صحيحه، جبتي لي واحد المثال ناقص 3 و2 اللي كاين فيه هاد العباره هذه هي ناقص 3 او كاري 2 راه صحيحه، خصو يضرب اكبر من 4، ولكن هاد اكس هذه ما كبرش على ايكغيك، ناقص 3 ماشي كبيره على 2. سي بيان. الوغ نشوفو الاكزومبل الاخر اشنو كيقول لنا. الوغ ليكزومبل الاخر سي ان اي ملتيبلي دو ا اي دو بي، الوغ ان اي ملتيبل دو ا فوا بي. صافي، يعني انه كنديرو كونتر اكزومبل. الوغ حنا نهزو واحد الكونتر اكزومبل، الوغ اكزومبل نختارو ان، ان نختارو كيساوي 12 ونبوز ان كيساوي 12. صافي، اي نشوفو شي حاجه تكون ملتيبل، تكون هاد 12 ملتيبل ديال شي رقم 12 مضاعفات ديال اش، 12 مضاعفات ديال 4. كنعرفو ان 12 مضاعف ديال 4، الا درنا 4 في 3 عطينا 12 يعني مضاعفات ديالو. الوغ اي ونختارو بي شي مضاعف اخر 6 في 2 12 يعني مضاعف تاعو. صافي، عندنا ان 12 فانه ملتيبل دو 4 اي 6. صافي، 4 و 6 نكتبو هنايا 12 نكتبو على البروف اي ملتيبل دو 4 اي 6 اي 2. يعني 12 مضاعف 4 و 6. نشوف واش تحققت الكونديسيون. الا كانت ان مضاعفة ديال 4 و 6 فان ان مضاعفة ديال 4 في 6. نشوفو الا درنا 4 في 6 ا في بي شحال كتساوي لنا 4 في 6. 4 في 6 شحال كتساوي؟ 24. واش 12 ملتيبل ديال 24؟ امبوسيبل، لا 24 هي اللي ملتيبل ديال 12. صافي، راه انت 24 كبير على 12، امبوسيبل تكون 12 من المضاعفات ديال هذا، امبوسيبل. يعني 24 هي اللي ملتيبل ماشي 12 هي اللي ملتيبل، يعني خاطئه. صافي، الو هنايا نكتبو هنايا 12 ني با بحال هكا ني با ميل تيبل دو 24، يعني ولا نديرو ميل تيبل دو 4 في 6 إيكال 24. احنا خدمنا لو التمن بكل سهولة، بسيط. الو نمحيو هذا ونشوفو ليكزومبل الاخر، اكزامبل الثالث 3 توت اونتي ناتوريل اي لا سون دو 3 كاري. الوغ هاد 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 الاسيرسيون 3 نحاولوا اننا نكتبوها رياضيا. الوغ نكتبوها رياضيا 3 اشنو قال لك؟ جميع الاعداد ناتوريل يعني بوغ توت جميع الاعداد كيما كان كا سميوه كا، هذا الكا هذا هو اللي قلنا انه ناتوريل باش نبينو انه ناتوريل يعني ابارتونو ا لونسومبل اش ان. قلنا ان الانسومبل ان هما لونسومبل ناتوريل اونتي ناتوريل 0 1 2 3 اكسيتيرا. سي بيان، نمحيو هذا نكتبو هاد العبارة. قالك توت اونتي ناتوريل هما جميع الاعداد ناتوريل احنا كتبناها اي لا سوم دو 3 كار، يعني انه هاد كا هذا مالو اش كيساوي؟ قال لك كيساوي لا سوم ديال 3 كار ا بي سي. سي بي، هاد الكتابه هادي قال لك مونتريها، خاصنا نمونتريو ان افوس، يعني كنعطيو واحد الكونتر اكزومبل. الوغ نصورو كنعرفو ان سبعه، سبعه كينتمي ل كنعرفو ان ان ا سبعه ابارتيان ا، يعني انه واحد الاونتي ناتوريل. واش سبعه غادي تكتب على شكل ا او كاري بلوس بي او كاري بلوس سي او كاري؟ سي بيان، شوف واش غادي تكتب ولا لا. كنعرفو ان ثلاثة او كاري شحال كتساوي؟ تسعود، يعني امبوسيبل يشد شي رقم ثلاثة، الا شد شي ثلاثة هنا درنا تسعود، وتسعود ما يمكنش انها تساوي نسبة يعني كثر. يعني ان ا و بي و سي كيساويو لنا اما صفر اما واحد اما جوج. صافي، نقدروا نعوضوا بهذا بواحد ولا بصفر ولا بجوج. علاش؟ لا
لان 3 ما يمكنش، الا عوضنا اي رقم ب 3 عندنا 3 او كاري هي 9 9 امبوسيبل تساوي، هادو هما نقدروا نخدموا عليهم صافي. هادي راه ما يمكنش، غير اننا حنا نبينو انه ما يمكنش وصل. عندك هنا الا عوضتي هذا بواحد واحد 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 شحال هذاك؟ يعطيك واحد او كاري واحد زائد واحد زائد واحد، يعني هذا يعطيك 3 امبوسيبل 3 ما كتساويش 7 تابع. نحاولوا نعوضوا هذا بجوج، الا عوضنا ا بجوج شحال تعطينا؟ ا بجوج يعني جوج او كاري حاجة هي 4، الا عوضنا بجوج تعطينا 4، 4 زائد شحال خاصنا باش تكون 7؟ 3. كنديروا نلقاو 3 امبوسيبل. الا جينا لهنا درنا واحد او كاري، الا درنا هنا جوج او كاري تعطينا 4، يعني تعطينا 8 اكثر ما يمكنش. نديروا واحد او كاري تعطينا 1 زائد شحال خاصنا؟ 5 6 7 7 خاصنا جوج. شي حاجه او كاري كتساوي جوج ما كايناش، يعني اننا الا درنا واحد تعطيك هنا 5 امبوسيبل، يعني لو كونتر اكزومبل هنايا هو 7. انت ما كتكتبلوش هادشي، كتكتبلو 7 هاكا، كتكتبلو غير هاد الجمله هادي كتقولو 7 كيخالف ثلاثه الاعداد هنا، حيث ان هاد الاعداد هادو حتى هما خاصهم يكونوا ناتيوريل كما قلنا. ا او كاري بلس بي او كاري زائد سي او كاري. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.